ولا يا رمزي، لا التمثال ده اعمل وشه الناحية التانية. وهتفرق ايه يعني؟ هتفرق ان عمرك ما هتتعلم اي حاجة خالص. الأسطى ما بيقول كلمة الصبي يسمع الكلام وينفذها عشان يبقى في مرة من المرات يبقى هو كمان أسطى. أسطى؟ اه طبعا أسطى. امال انت فاكر ايه يالا؟ انت فاكر الشغل ده كده اي كلام وخلاص؟ لازم يبقى في أسطى وصبي. انت صبي اسمع الكلام وخلاص، لف وش. حاضر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الأستاذ عادل؟ لا ده الأسطى عادل. طيب حضرتك تعرف واحد اسمه المعلم عبده التمثال؟ عبده التمثال؟ طبعا اعرفه، ده الأسطى بتاعي. انت بقى تعرفه؟ ده دلوقتي في المستشفى وبينفذ انفاسه قبل الاخير. طب هو حضرتك يعني هو في مستشفى انا لازم ازوره؟ طبعا في مستشفى. صباح الخير يسعد صباحك، التخصص ايه؟ صباح الخير يسعد صباحك. دي مستشفى بالنهار بس ولا ايه؟ يا دولة معروفة دي، لو العيان راح بالليل يعني ممكن يودوه المستشفى بتاعت مساء الخير يسعد مساك. طيب حضرتك انا هاجي معاك المستشفى دي، لازم ازوره، لازم اشوفه، ده اللصة بتاعي، ده هو اللي علمني المهنة. ولا رمزي خلي بالك من البزار على ما اجي. يلا في عينيا يا دولة. يا لصة عبده تمثال. اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. في عينيا. على ما على ما استنى على ما استنى. الف سلامة ليك. الف سلامة ليك. سلامتك من القال عجيبة دي، ان شاء الله اللي كان جه في رجلك والله يا اسطى كان جه في رجل الواد رمزي ده. ايوه اتفضل. ايوه ايوه استنى اتفضل. طيب اتفضل معاك. اتفضل على ما اقعد هنا اهو. بس ايوه بس اهو. الف سلامة ليك. ما شاء الله دي الخاب دي انا. ايوه يا معلم. الله ينور عليك يا معلم. ولا رمز ولا شوف المعلم اي حاجه هو عايزها هاتها له على طول. هاي الشيش رانيا. مفاجاه يا رانيا، عارفه انا جايب معايا مين؟ معايا المعلم تمثال الكبير. يا عادل يا عادل، انا 100 مره اقول لك ما تجيبش البضاعه بتاعتك لمقر الزوجيه وعيش التزوج بتاعك. عيش التزوج ايه وبضاعه ايه؟ بقول لك المعلم تمثال الكبير، المعلم ده اللي لحم كتافي وكتافكو من خيره. امال ايه؟ انا نفسي بس ارد له جزء صغير من الدين اللي عليا. طب وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ رانيا السؤال ده ما يتسالش. المعلم تمثال يقعد هنا طبعا، احنا نتصرف في اي حته. دولة الحق اللي انت جبته لنا ده. دولة طب ساكت. الف سلامة ليك يا الله يسلمك. ممكن لحظة بعد اذنك؟ اتفضل. لا ما تسيبنيش يا عاد. ما تخافش يا اسطى انا جنبك انت. طيب فيه. ايوه يا دكتور. الراجل ده يبقى والدك؟ ده اكتر من والدي حضرتك، ده يعتبر الاب الروحي ليا. يعني انا مستعد اعمل له اي حاجه اي حاجه ان شاء الله اتبرع له برقبتي بكليتي. ولو وصلت حضرتك ان انا اعالجه على نفقه الدوله هعالجه على نفقه الدوله. يا دولة هو ده حمل ركوب قطر يا دولة؟ الراجل ده ما عندوش مرض عضوي، ده مرض نفسي. ايه عنده كرشه نفس؟ تصدق انا برضو شفت كده من الاول. عارف انا لاحظت ده من حركه زيغ العينين. برافو عليك والله. زيغ العينين؟ لا 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 لا، ما حدش يقول كده على النص بتاعي، ده عقله يوزن بلد. يا دكتور الحل ايه؟ الراجل ده محتاج يحس بنفسه وبذاته وبشخصيته واهميته كفرد منتج في المجتمع. سلام عليكم. انا معجبه بك يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. طب والعمل يا دولة؟ انا خلاص انا عايز اموت، عايز اموت واغور من وشكم. انا حياتي اتبهدلت اتهللت. لا لا شفت قال ايه؟ قال النعيمة. لا انا مع اللصة، انا مع اللصة للاخر. يعني ايه عادل؟ يعني ايه هو لعلمك بقى اللصة ده وجوده من وجودي. يعني انا ما كانش يبقى لي اي لازمه لو اللصة ده ما كانش موجود. انا معاه للاخر. ايوه دول هتعمل له ايه يعني؟ هخليه يقعد على مكتبه في البازار. طب وانت عادل؟ انا مش مهم وانا كان مين علمني. لعلمكو هو ده اللصة الروحي بتاعي وانا هفضل معاه للاخر. انا معاك يا اسطى تمثال. ما تسيبنيش يا ابني. انا معاك يا اسطى تمثال. ما تسيبنيش يا عادل. يلا بينا. اهلا وسهلا يا معلم. بازارك ومطرحك. اتفضل اوعى نضف كرسي. لا لا رمزي اتفضل يا معلم اتفضل. ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا ابني. ما شاء الله نورت البازار والله. والله زمان يا عادل يا ابني. وزمان ليه بس يا معلم؟ ايام زمان ترجع تاني. منين يا ابني؟
أم كلثوم ما كدبتش لما قالت وعايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان. يا سلام، ودي فيها مشكلة؟ ارجع يا زمان، خل عندك دم وارجع يا زمان. وهات لي قلبي لا انضرب بقى ولا اتكرت ولا نام جعان. أم كلثوم قالت لا انكرت ولا انضرب ولا بس يلا بس يلا. الله الله عليك يا عادل، نعم الإخلاص يا ابني. أنا دلوقتي ملياش حد في الدنيا غيرك بعد ما قفلولي سلسلة البازارات بتاعتي في الأقصر. بس لعلمك بقى معلم، هم الخسرانين. يعني معقولة يخسروا نبغى زي حضرتك يعني في عالم البازارات؟ معقولة؟ أنا مستعد تلاقي لي أي شغلانة عندك هنا في البازار. عايزني أمسح لك البازار ده أخلهولك زي المراية، أخلهولك زي المراية. عايزني أسيها لك الأرضية أسيها لك. التماثيل دي اخليها لك بتلمع زي لا 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 لا، ما تقولش كده يا معلم. امال زفت الطين ده وظيفته ايه هنا؟ احنا عايشين كلنا من خيرك يا معلم. يعني قصدك مثلا تديني حسنه عطيه منك؟ عطيه مين ومنك مين يا معلم؟ لا ما اقصدش طبعا يا معلم. يعني بص، البازار ده بتاعك انت يا معلم، تخيله كده هو. انا بالعكس يا معلم، نفسي استفيد منك ومن خبرتك. انت عايز تستغلني يا عادل؟ يا نهار اسوح، انا مش عارف اقول لك ايه يعني يا معلم. بص يا معلم، البازار ده انت صاحب البازار، وانا هرجع صبي تاني ليك يا معلم زي ما كنت زمان. المهم ان احنا نتعلم منك، مفيش تمثال يدخل ولا يخرج الا باذن منك انت يا معلم. ها قشطه؟ ايه قشطه دي؟ كنا زمان بنقول فله مش قشطه، انا غيرت بس الحته دي. لكن لو فله عجبك نرجع فله تاني. فله؟ ما تمد ايدك يا معلم، ده من خيرك ده. ده كتير يا ابني كتير. ازاي بقى يا معلم؟ ده يعني اقل حاجه نقدر نعملها لك يعني. انا سعيده قوي ان انا قاعده على سفره واحده مع الصانع الحقيقي اللي جوزي عادل، المربي الفاضل اللي عمل منه شيء بعد ما كان لا شيء وتافه. ليه كده يا مدام؟ ده عادل بالنسبه لي من اذكى وانبل واعظم التلاميذ اللي دخلوا المحل عندي. انا افتكر يوم ما جابوا ابوه، جابه هو ابن 17 سنة كان لسه ورور، وقال لي خد يا معلم. أيوة طبعا، ومن ساعتها يعني وأنا مع المعلم ودكني وعلمني وعمل فيا كل اللي هو عايزه. فاكر يا عادل؟ فاكر لما كنت تجيلي وتقول لي أنا خلاص يأست؟ كنت بقول لك إيه؟ كنت بتقول لي حاول تاني يا واد عادل. ولا فاكر لما كنت تجيلي وأنت مرهق وتعبان من كتر الشغل، كنت تقول لي خلاص انا فرهدت انا سئت؟ كنت اقول لك ايه؟ كنت تقول لي عادل حاول تاني يا ده عادل. اقوم انا بقى عشان الحق رمزي قبل ما يقفل المحل، ادور لي على نومه جنب منه. تنام فين؟ على الارض؟ لا يا معلم، ده انا لا كون عشت ولا كنت يوم ما اسيب المعلم تمثال ينام على الارض. امال هينام فين؟ هينام هنا طبعا في البيت. كلام انا في ايه؟ ايه ده اللي انت بتحبيه ودول؟ ايه دول اللي قال لي دول؟ ايه يا ودلدول؟ ده انا ما بتسمعش الكلام. اقف عادي اللي قدامي ولا اللي بكلمك؟ ايه اللي خليك ترص التماثيل دي؟ ما تقوحش، قلت لك التماثيل دي تخش المجدل. امال احنا اشتريناها ليه بقى يعني؟ انت بتعلي صوتك عليا هنا؟ تعلي صوتك عليا؟ تعلي صوتك على المعلم؟ انت حته صابي لا رحت ولا جيت. اوعك تفتكر ان الصبي بيفهم. الصبي ما بيفهمش، المعلم بس هو اللي بيفهم. الصبي ينفذ وينفذ بالجزمة. لا بقى لا بقى، دولة دولة الحقنا دولة دولة. ايه يا عادل يا ابني؟ اقعد اقعد. ايه في ايه؟ دولة افهمنا دولة، مش انت دولة اللي قايل لي ان التماثيل الجديدة دي ترصها علشان السيزون بتاعها ما يروحش؟ طبعا يا ابني، اي حمار بيفهم ان التماثيل الجديده هي اول حاجه تترص عشان السيزون. اهو اسمع بقى، المعلم بيقول لي لا. اي حمار يعرف ان التماثيل الجديده لازم تترمي في المخزن؟ ازاي يا دوله؟ ده كان انت بنفسك امبارح اللي راصص التماثيل دي على الرف. غلطت يا رمز، غلطت في ايه يعني؟ ما غلطتش ولا حاجه، هو بس تلاقيها فاتت عليك. لا لا لا، ما فاتتش عليا، انا غلطت يا معلم. وبعدين احنا بنتعلم منك وبنستفيد منك ومن خبرتك. انت هنا الكوماندا يا معلم، انت اللي توجهنا وتقسم الشغل. يعني زيك زيه؟
ايوه طبعا انا زي رمزي يا حضرتك، يعني انت بس ايه، انا صبي عاملني كصبي. ولما انت صبي في صبي يبقى قاعد كده قصاد معلمه حاطط رجل على رجل ولا لا؟ مؤاخذه يا معلم، لا مؤاخذه يعني. فل يا معلم، فل. هقدر اشكي ولا حتى عيوني تبكي ولا حد بيوم عليك بجرح. انا تحت امرك علشان الامر امرك وانا قلبي بين ايديك. من ضعفي قدامك انا قلبي خد اللي اتعملت خايب منك له بازار طويل عريض يجيب تلات ابيض كده. خلي بالكم من البازار، حد عايز منكم حاجه؟ ربنا يخليك يا معلم. معلم لو سمحت والله انا بس كنت عايز اي حاجة. ايه كنت عايز يعني اي حاجه يعني معلم، عشان الواحد خلاص بقى يكح اسمنت يا معلم. انا مش مديلك 50 جنيه من اسبوعين؟ اوعى تكون بتشرب دخان. لا يا معلم ما بشربش. تشرب دخان؟ لا والله يا معلم ما بشربش. الشم بقى حضرتك، انا بس كل ما في الموضوع ان انا متجوز حضرتك وعندي ستات في البيت. ايه يا عم، ما احنا مالنا احنا بالكلام ده؟ بص كل واحد على قد مجهوده. اوعى اوعى معلم لو سمحت، يعني انا كنت محتاج يعني ايه 12 جنيه. ايه بتقول ايه؟ اجيب بيهم راديو 12 جنيه يا معلم. يعني 12 جنيه ربنا يخليك يا رب يا معلم. اقول لك احنا محتاجه، انا مالنا احنا، ربنا يخليك يا رب. يخليك يا رب. 12 جنيه اهم 12. عد الفلوس دي العادة. 12 جنيه ماشي. ايوه 12 جنيه. لازم تكون عشرتين لازقين في بعض. لا. ويتعدوا 12 جنيه هم 22 عادي. دمك خفيف يا معلم. انا فاتن قوي. ماشي. ايدك غالي. ماشي يا معلم اتفضل. اتفضل. عايزكم تخلي بالكم من البازار. ترجع على ايه بيلمع بيبرق سايق الارضيه. ايه وجب. ايوه ماشي يا معلم. مع فتح عينك منك له ماشي يا معلم. مع الف سلامه ربنا يخليك لينا يا رب. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه يا معلم. مع الف سلامه. رمزي مش انا ابن عمك يا لو برضه ابوك يعني الله يرحمه كان صاحب ابويا يعني واخوات هم اصلا. تديني حاجه من النفحه دي. طيب مش هتاخد حاجه. بس يلا بس يلا بس يلا. دوس دوس يا رمزي على كرامتي. دوس دوس مفيش اي حاجه من النفحه دي يا رمزي. خليك جدع بقى. امال بقى بص روح اجري العب بعيد. اجري العب بعيد. العب ايه؟ العب بعيد. اه ماشي ماشي. واطي واطي. يعني انت تعمل ايه بالمبلغ الضخم اللي معاك ده يا ابني؟ اشتري بيره. يا رمزي ما انت عارف يا رمزي ان انا عندي مصاريف كتير يا رمزي، عندي بنتي الصغيره وعندي مراتي وعندي ناس كتير بصرف عليهم يا رمزي. دلوقتي يعني احتجتلي؟ ها دلوقتي يا دوله احتجتلي ونسيت امبارح لما المعلم تمثال بعتك تروح تجيب له كشري من عند المحل. رحت وغبت ورجعت وقال ايه اصل المحل قافل وما جبتش حاجه وبعتني انا. ها ورحت لقيت المحل ولا قافل ولا اي حاجه وجبت واشتريت ورجعت. انت اكيد كنت عايز تبعتني انا. لا يا رمزي والله يعني مش قصدي ابعتك انت، بس انا امبارح بجد يا رمزي انا كنت تعبان طول اليوم من الصبح. رحت جبت الاكل بتاع المعلم وغير كده كمان وقفت في طابور العيد ساعه بحالها يا رمزي وعملت دورين شاي وبعدين كمان بعد ده كله خدت الجزمه بتاعه المعلم رحت صلحتها عند الواد سيد صرمه في اخر الدور يا رمزي. بص يا دولا انت مش هتاثر عليا مش هصعب عليك. ها مين اللي قاعد يمسح الحمام بتاع امبارح؟ مش انا. بص ما احنا لو دخلنا في صراعات مع بعض ومين كان بيعمل ايه ومين ما كانش بيعمل ايه ما انا لعلمك برضه انا ماسك عليك زله. انا ممكن اقول للمعلم على الحاجات اللي انت بتعملها. حاجات ايه يا ابو حاجات؟ حاجات ايه؟ حاجات ايه يا سلام. ايه انت ناس انك انت كسرت التمثال بتاع ام نحطب ورميته في الزباله ورحت جبت ام نحطب غيره من المخزن وحطيته هنا؟ طب ما انا ممكن اروح
هقول له على انك بتدخل الحمام بتاع البازار بالرغم من انه محرج علينا ان احنا ندخله وبيدخلنا الحمام بتاع الاهل. ايوه بس انا يعني عملت كده دخلت الحمام ده مره واحده بس. بص مره هي بقى زي 10 بقى. ها طب بص يا رمزي انا اتفق معاك على اتفاق يعني جامد جدا، انت ما تقولوش على حكايه الحمام وانا مش هقول له على حكايه التماثيل اللي انت بتكسرها، ايه رايك؟ قشطه قشطه قشطه. ياه قشطه، الكلمة دي بقالي كتير ما سمعتهاش، كلمة من زمان نفسي أقولها بس مش قادر، نفسي أسمعها بس مش عارف. يا رمزي قشطة قشطة قشطة. أنت يا دولا اللي عملت فينا كده، أنت اللي عملت فينا كده، وخلتنا ننسى القشطة والبيضة بأسامنا وكل حاجة. دولا أنت أحسن منه بكتير أوي على فكرة، والله أنت يعني كنت بتزعقلي كتير وبترجع على طول تصالحني. مفيش مرة تخصم لي فيها لما تيجي تزودني يا دولا. فاكر يلا رمزي عشان تعرف ان انا قد ايه كنت بحبك يلا، انت ابن عمي. اه ربنا يخليك يا دولا. بص بقى انت لازم ترجع معلم من اول وجديد تاني. اتفضل يا دولا اتفضل يا دولا. ارجع معلم تاني؟ اه يا دولا. حسن يجي ولا حاجة؟ لا يجي بقى. يا معلم زي الاول صحي. انا دولا هزقني هزقني. انت حيوان الله. يا غبي. بس ازاي دولا؟ خد انا مش عايز الفلوس دي، خدها. لا يا عم لا 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 دي فلوسك انت ده حقك، ده حقك يا رمزي. لا دولا ليك انت دولا، انا معاك. خلاص نقسمهم بالنص، انت 2 جنيه وانا 10 جنيه. خلاص ماشي. بقول لك ايه يا رمزي، انا ما ينفعش ابقى معلم تاني، الراجل ده برضو يعني خيره علينا يعني. يا عم خير مين بقى يا دولا بقى؟ ده انت بس يا دولا قول للزمن ارجع، والزمن ما ترجع بقى، زمن بقى بطل استهبال. دولا بص بقى، ما فيش حل بقى غير ان احنا لازم نمشي الراجل ده من هنا. لا يا رمزي نمشيه ايه؟ الراجل ده جمايله عليا كتير جدا يا رمزي. يا دولا جمايل ايه يا دولا؟ ده من معاملته ليك يا عم شكله كان ممرمطك وانت صبي عنده. هو صراحة كان ممرمطني يعني، بس انا كنت واخدها على اساس ان هو راجل كبير وبيعلمني الصنعة يعني وبيودكني وكده يعني. وبعدين ده كفاية قوي ان هو اداني البازار بتاعه. يعني هو ادهولك ببلاش يا دولا؟ ما انت قصدت له تمن وعم. وبعدين هو اصلا سابه بعد ما السياحة اتضربت. ايوه وقال لك بقى انفت بجلدي. يا دولا اسمع كلامي، حط ايدك في ايديا علشان نطرد الراجل ده من هنا. قشطة قشطة. هديكم انا ورقة الرهنية تدوني انتوا النقدية. تلح كده ليه ولا؟ روح جيب لنا الشاي. يا دولا انت هتفضل ساكت لحد امتى يا عم؟ البازار اللي قانينا هيروح مننا يا دولا. هبات فين؟ يا سلام، انت كل اللي همك هبات فين؟ انا اللي هممني دلوقتي ان البازار ده هيتباع، وبعدين اللي عرفته كمان من ناس كتير جدا ان هو بياخد الفلوس اللي نقوم من البازار ويروح يلعب بيها قمار، زي ما ضيع بازاراته جاي يضيع بازاراتي. يا خبر ابيض، طب وهتعمل ايه يا دولا؟ انا هتصرف وعالي. ها بقولك يا معلم، عايزك خد كده. والله حاسك عيل يا سعادة، ده انا اللي لسه كنت حلاديلك، كنت عايزك تبني شويه ورق هنا. انا لا همضي على ورق ولا يحزنون. انتوا عمالين بتفرقوا وبترهنوا على اساس ايه يعني؟ على اساس ان انا في مقام والدك ويهمني مصلحتك. يا سلام، ومصلحتي يعني تبقى في بيع البازار وانا اترمي في الشارع؟ يا غشيم، احنا هنرهن البازار ده على 50,000 جنيه، هناخد منهم 40 نشتري بيهم شوية تماثيل، انما السوق تاني يوم هيتباعوا ب100,000 جنيه، يعني في ظرف 24 ساعة يكون معانا 60,000 جنيه صافي ربح. وال60,000 جنيه دول بقى انا هينوبني منهم ايه؟ ايوه الدلع اخويا، الدلع عليا. عايز ايه بقى المرة دي؟ المرة دي بقى أنا عايز مروحة يا معلم. مروحة؟ اشمعنى بلافية يعني مروحة؟ المروحة دي عشان أنت بقى تهوينا. اتكل على الله يا معلم، ده آخر يوم ليك في البازار، أنا عملت اللي عليا وشلتك على راسي من فوق واستقبلتك في بيتي وفتحت لك بازاري، في النهاية عايز تبيع البازار وترمينا أنا وعيلتي في الشارع، أنا آسف جدا يا معلم، اتكل على الله وآخر يوم ليك. وبرضه يا معلم
عشان تعرف ان انا اصيل. لو احتجت اي حاجه في اي وقت ما تجيليش. بتخم مش انا ابن عمك؟ يعني في مقام خالك يعني اخمك صح؟ 174-0. بعدين في الملل اللي احنا فيه ده بقى مفيش شغل خالص. يلا رمزي دولا، تحب اروح اجيب طاوله من القهوه نقعد نتسلى فيها؟ لا 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 لا، الطاوله ما بتنميش الذكاء. طب نلعب ايه طيب يا دولا؟ نلعب اي لعبه ممكن تنمي لنا الذكاء بتاعنا. يعني زي ايه كده يا دولا؟ قولي. يعني مثلا عندك التمثالين دول ماشي؟ تعرف تطلع لي بينهم 5 فروق؟ لا يا دولا، انا ما بحبش افرق بين التماثيل في المعامله. بيتك اذا كنت انت ما فهمتش اللعبه اصلا، هلعبك ازاي؟ انا اقصد بص، اختلاف بين التمثالين يعني ده في لون مش موجود في التاني، يعني مثلا ده في حاجه مش موجود كده يعني. انا هقول لك يا دولا، انت تحس يعني ان التمثال ده طيب شويه عن التمثال ده. بص ده تحس ان فيه لقم. هو انا بقول لك حلله نفسيا، علم جديد اخترعته احنا قاعدين. في ملاحظه تانية يا دول انا كنت ملاحظها من زمان بس مش عايز اقول يعني. قول يا مخضرم قول. التمثال ده واقف حال التمثال ده، يعني مش مخليه راضي يتباع، باصص له في لقمه عيش. لا ده في ملحوظه باينه قوي بقى. لا رمزي ايه التمثال ده واقف حال البني ادم ده، مخليه مش عارف يبيع ولا تمثال من البازار. انا غلطان، انا بتكلم مع واحد زيك. الفراغ يخرب بيت الفراغ اللي خلانا اعبرك. بص انا ايه اللي قعدني هنا؟ انا قاعد في بيتنا احسن ما دام كده مفيش شغل. طب والشغل دول ايه اللي شغل؟ ايه شغل ايه؟ خليك انت قاعد في الشغل، احنا بنصرف يا ابني ما بيجيلناش فلوس. طب دول اروح بقى معاك البيت، يعني انا زهقت. وتسيب التمثالين دول؟ انت مش بتقول ده قاطع عيش ده؟ خليك معاهم يا ابني. صح. سلام. سلامة دولا. سيبه بقى ياكل عيشه. سيب بيتك. قطعت عيش الاتنين؟ كسرت عيشهم يالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا عادل؟ ايه اللي جابك بدري النهاردة؟ اللي جابني بدري النهاردة هو اللي جابني بدري امبارح. ايه يا بيبي، عايز تخش الحمام؟ حمام ايه؟ ما انا عندي حمام في البازار، مفيش شغل من الصبح لغايه بالليل، مفيش اي شغل. ما انا قلت لك يا عادل 500 مره اعمل تنوع اقليمي في التماثيل يا بيبي، يعني لازم الزبون يدخل يلاقي فرايتي قدامه. انا مش قادره افهم، ما تسيبك بقى من الشغلانه اللي مش جايبه تمنها دي، ويوم يشتغل المحل و20 الف مره ما اشتغلش. معقوله يا حماتي؟ عايزاني اغير شغلتي يعني بعد ما بقيت اشهر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه؟ انا بيجي لي حضرتك انت عارفه بيجي لي زبائن من الاسكيمو مخصوص. ايه ماما ده؟ ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ بقى ابي عادل اللي قاعد في مكتبه على سل ورمح عايزاه يغير نشاطه. ايوه طبعا، ولعلمك بقى قاعده متعبه جدا، الكرسي اللي انا بقعد عليه ده مزعج. انت لا تغير نشاطك ولا حاجه، انت خليك مستمر في النجاح اللي انت فيه ده. واحنا خلينا مستمرين في الشحاته اللي احنا فيها دي. طب بص انا عندي فكره تانية، انت ممكن تعمل نشاط تاني جنب التماثيل اللي موجود. نشاط تاني يعني فلوس تاني، يعني راس مال كبير جدا، وبعدين لسه هنبتدي من اول وجديد، ونروح ندور بقى على عمال اغبياء تانية غير رمزي. معقوله يعني؟ من الناحيه دي اطمن، انا عندي فكره مشروع مش محتاجه اي حاجه ومكسبه مضمون 100%. لا طب ما تنطقي يا حبيبتي بدل فوازير رمضان اللي انت عماله بتقوليها دي، قولي ايه؟ مكان التصوير. تصوير؟ هنقعد نصور في الناس ويبقى عندنا معمل واحماض، والاحماض تقع في الارض واوضه حمراء، ولو ولعنا النور الصور تتحرق. لا 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 لا، ونقعد كلنا على نفس الكنبه ونتصور ونعمل صوره للاسره المعمره. انا ما بحبش اتصور، انا شكلي في الحقيقه بيطلع احسن. ايه ده يا جماعه؟ انا اقصد مكان التصوير وورق. مكان التصوير ورق؟ والناس اللي عايزه بقى تصور ورق ولا مستندات هيعرفوا ان في البازار ده مكان التصوير ورق؟ هنعمل اعلان وهنكتب عليه لدينا مكان التصوير ورق، ده غير علاقاتي، انا اضمن لك ان كل المدرسه هتيجي تصور عندنا. طيب هو مشروع زي كده يعني يكلف كام؟ لا انت مالكش دعوه بالتكلفه، انا هديك اجره ارضيه كل اول شهر، او لو تحب باليوميه انا ما عنديش مشاكل. لا لا لا، اجره ارضيه ايه؟ والارضيه دي اللي بينام عليها رمزي. انا نايم رمزي فين يعني مهما كان ابن عمي؟ وناويه بقى ترمي له كام كل اول شهر؟ 300 جنيه. ايه
300 جنيه امال انت هتكسبي كام اصلا؟ لا ما بحبش لقمه العيش المنظوره، انت هتاخد اجرتك وتطلع من دماغي. انا استحاله وافق. بابا انا عايزه مصروفي بقى، انا بقالي اسبوع ما خدتهوش. مصروف؟ طيب ماشي موافق، بس اديني عربون الاول. ده انا حتى يا بابا مش بشتري حاجه من الكانتين، وبقعد على جنب الوعدي وصحابي بيسموني ياسمين بنت الفقراء. كويس قوي انكم حطيتوا المكنه هنا عشان الطوابير كمان شويه هتبقى قد كده. طوابير؟ انت متفائله قوي، انت فاكره انك هتشتغلي بجد ولا ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوه بالتاني، وكل اللي ليك عندي انك هتاخد اجرتك كل اول شهر وخلاص. دولا بقول لك ايه، هي المكنه دي بتاعت ايه بالظبط يعني؟ احنا خلاص يعني هنقلب البازار ده مشغل رز؟ رز؟ رز ايه؟ رز ايه؟ بص ابعد عني ببوزك ده عشان ما تفقرناش زياده، ما احنا فقرانين. يا دولا ما انا لازم افهم يا دولا عشان اريحك واريح المكنه واروح اجيب رز متنقي جاهز. رز ايه يا ابني؟ انت تكذب الكذبه وتصدقها. طيب يا دولا المكنه دي هنسقط لها الرز ده فين؟ ولا بس بقى ابعد عن المكنه دي خالص. بص ممكن تعلق اليافطه دي بره على باب البازار؟ يافطه ايه؟ لا احنا اتفقنا على يافطه واحده، وريني يافطه واحده. ما تنفعش، لازم كذا يافطه عشان اجذب الزبون وكل زبون يجي يخش على يافطته. يافطته ايه؟ الزئبق في الفيزياء، البليخ في العربي، الله يرحمك عم بليخ، المدقرم في الحساب، الديناصور في الاحياء، الصايع في الجبر والحساب. الصايغ؟ اسمه الصايغ. صايغ صايع مش مهم، يا ملزمه هبله وخلاص. وانت بقى يا فالحه جبت الملازم دي منين؟ ملازم ايه يا ام ملازم وانت فالحه اصلا؟ يا ابي عادي شغل دماغك شويه، هي الملازم اللي بتتباع بره، بس انا جبتها وغيرت اسمها، وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يخبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجا يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن انجح؟ ممكن تنجح ايه بس؟ انا مش فاهم. ملازم اللي انت عايز عندك انت بقى، ملزمه الفاشل في البازار او الموجود في الهبل. انا عندي كل حاجه، بس لو سمحت انت علق اليوفه بره على باب البازار على بال ما اصور لك الملزمتين. عينيا هوا. ضحكت انت على رمز بالكلمتين دول، بس ما تفتكريش نفسك عبقريه يعني، دي اي معزم عديه في الشارع ممكن تلحق عليه. المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده، شعبنا ده مش اي كلام، ده فاهم وواعي وما ينفعش يضحك عليه. ومين قال لك ان انا هضحك على حد؟ اللي هيجي يطلب مني حاجه هديها له. يا سلام، وفي حد هيجي اصلا؟ يا جماعه حد يلحقنا بملزمه البليغ في العرب، عايز الحق اذاكر اي حاجه. حاضر انا هجيبها لك دلوقتي. وانت مش عايز ملزمه الصايغ؟ لسه بدري على الامتحان، احنا فين والاسبوع اللي جاي فين؟ فعلا على رايك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين صح؟ بس انا رايي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده، وبعدين خلي بالك دي هتشح وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما قررتش اروح الامتحان ولا لا. وانت يا عم ايه اللي يوديك الامتحان يا عم؟ خلي بابا يجيب لك الامتحان لغايه البيت، ده سهل قوي يعني. انت لو خدت الملزمه بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على الاخر. معروف طبعا دخول الامتحان مش زي خروجه. طب اوكي هاتيها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكم على بال ما احضر لكم الملازم. قسما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لاكون عطل. اقف ياد هنا، اولى ثانوي هنا وثانيه ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك. يا عم تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. لا ست بدلاء هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني 4 مرات. يا سلام، وفخور قوي، مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبازار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صالح؟ صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخون الجنينه. يا رمزي مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل.
ست الكل. اه يا كلب السرايا. روح ظبط. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا ماما؟ عليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا عدول. الله يسلمك. طلبات البيت كلها اهي. دي كلها طلبات البيت محطوطة في الكيس ده اهو. اه طبعا. يا ما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتوا عايزينه. جايب لكم يا ستي ربع كيلو طماطم، وجايب لكم ربع كيلو خيار عشان السلطة، وجايب لكم ربع فرخة دي بقى يا ماما تعمل لنا عليها شوربة نشربها كلنا، وجايب لكم ربع كيلو تفاح، هي بس وزن التفاحية واحدة بس مش اشكال، ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليا في الميزان، بس مش اشكال، عادي عادي عادي. ويا ترى بقى واخد بالك من نجلة في شغلها ولا لا؟ يعني مريحها كده ومدلعها؟ طبعا، لعلمك يعني انا بفيد نجلة طول الوقت يعني بخبرتي وممارستي، فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات، كفايه ان انا معين لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يحرسك يا حبيبي، راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد باله من ايه بيته. هاي يا جماعه ازيكم، وحشتوني موت. تعالى يا رمزي حط الحاجات دي هنا. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. ازيك يا عادل؟ انا حسيت ان البيت فاضي فقلت لازم املاه. طبعا. ايه ده كله؟ جبت لنا ايه يا حبيبتي؟ جبت لكم حاجات كتير قوي. جبت لكم 6 كيلو تفاح امريكاني، و6 كيلو خوخ، و6 كيلو خيار، و6 كيلو طماطم، و6 ايه ستات كيلو... ايه الستات دي كلها؟ كفايه يا ستات. انا اشيل الكيس بتاعي من وسط الستات اللي عملته دي، عشان ما ينفعش يعني في حاجات بتسرق كمان. جبت لكم بقى ايه؟ 3 كيلو جمبري علشان نتعشى بيه. واو، تعيش وتجيب لنا يا ست الكل. ماشي يا كلب السرايا ماشي. ماما ما تنسيش تبقي تحط الحاجات اللي انا جايبها دي في الثلاجه عشان ما تبص. بالنسبه للفراخ اللي انا جايبها يا ريت تعملي لنا بقى عليها شوربه يعني عشان اشرب شوربه قبل ما انام. نو جامي، انا هتعشى جامبو. جامبو؟ ايه نويتي تطيري خلاص يا حماتي؟ وانت يا جزمه مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان الشغل، ولا انت بس شاطر تشتغلي شيال للست؟ ايوه ست، بس هي ست بقى فلوسها بمئة راجل. وبص يا دوله، هي قالت لي بكره رمزي احنا هنبتدي متاخر عشان العيال بتوع الملازم دولت هيصحوا متاخر. ملازم متاخر ايه؟ طب وشغل انا؟ شغل انا ابو بلاش ده؟ لا ما خلاص بقى، بص اعتبرني يا دوله قدمت مستقلتي. ولا اطلع بره بيتي يا كلب، اطلع بره بيتي. بعد اذنك يا ست الكل. استاذن منها. بابا اهلا ياسمين يا حبيبتي، انت الباقيه لي يا ياسمين. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه المصروف بتاعي قبل ما انام. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا ياسمين يا حبيبتي. خدي ادي ربع جنيه، روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزاه. ربع جنيه ده؟ قبل نجلاء بتديني 5 جنيه. خد خليها علشانك. ولا نجلاء ولا نجلاء، عايزه المصروف بتاعي. عادل انت هتنام؟ مش هتتعشى معانا؟ لا يا ماما استنى، ماليش نفسي يعني النهارده، فهخش انام كده هو يعني. ده انا هعمل لك الجمبري بايديا، ده انت ما دقتوش من ايام ما كنت في اسكندريه في الابتدائيه. حاسب وسعوا يا جدعان، وسعوا يا اخوانا. الزبون جاي لي. ويلكم. وراري من زمان. لوك بقى احنا عندنا هنا ستاتيوز سمول اند بيج، عندنا البومز فور فوتو، ها اني ثينج يو وونت يعني. شكرا، انا عايز اصور باسبور. صور باسبور. اقف بقى في الصف يا خواجه بدل ما نسوعك بزيز عصايه. اقف. هي نسخه واحده وهيمشي على طول. والله يا ست الكل بتكسفيني يعني عشان خاطرك، انا بحب النظام.
هو ايه الورق اللي هنا اللي مرمي ده على الارض؟ ازاي ترموا الورق كده على الارض؟ ايه يعني مش عايزنا يعني نشتغل ولا عايزين نقعد يعني جنبك؟ لكن ما تسيبوش الورق كده مرمي على الارض، احنا ما اتفقناش على كده. خلاص يا رمزي شيل الورق عشان الارض تبقى نظيفه. حاضر يا ست الكل. كلب السرايا. بص الصراحه يعني انا متضايق من اللي حاصل ده، انا ما اتفقتش معاكي على كده من الاول خالص يا نجلاء. قول لي يا ابي عادل انت عاوزني اعمل ايه وانا هعمله لك. ايوه يعني انت اتعديتي المساحه المخصصه اللي احنا اتفقنا عليها. اعمل ايه؟ ما انت ما شاء الله شايف الزباين قد كده، هقول لهم ما يدخلوش. لا يعني بس كمان المكنه اللي انت بتصوري بيها دي بتستهلك كهربا كتير جدا، وبعدين انتوا طول اليوم بتصوروا على طول شغاله المكنه. الله اكبر. يعني ايه يعني اعمل ايه؟ خلاص فاتوره الكهربا انا اللي هدفعها. طب والميه؟ ميه دي الميه ها عايزك بقى تعلي الاجره اللي احنا اتفقنا عليها، يبقى 30 جنيه في اليوم. اوكي انا موافق. لا ما كانش قصدي 30، انا غلطت وانا بنطقها، انا كان قصدي 50 جنيه في اليوم. حس كده بقى يبقى نتكلم في الموضوع ده لما نروح البيت قصاد الناس كلهم كده عشان يعرفوا يحكموا ويعرفوا بقى مين فينا اللي غير كلامه. يا رجل انا كنت بهزر معاكي، معقوله يعني هاخد منك حاجه زياده؟ بالعكس ده انا كنت هاخدهم احوشهم عشان لما تتجوزي ان شاء الله يبقى معاكي مبلغ يعني. ربنا يخليك ليا يا ابي عادل. وعموما يعني دي العشرة جنيه بتاعت النهاردة. مرضي؟ اه مرضي يا ست الكل. رب ولا تصور يلا وانت ساكن. انت زفت يا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا رمزي باشا. فين الشيشه التفاح بتاعتي وفين الكوكتيل؟ انا مش قايل لك السحله بيخلص تنزل بكوكتيل على طول. بس كده عنايه. وعندك بقى كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. بقول لك يا استاذ عادل ما ينفعش كده، قاعد من صباحه ربنا وشغل لنا القهوه وما شربتش الا واحد شاي بس. هفكر وبعدين بقول لك، اتكل على الله. تأمرني باي خدمه يا رمزي باشا؟ ايوه بقول لك نزل الاستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكه على حسابي، بس واحد بس يا بدوي عشان ما يقعدش يطلب، ده طفس انا عارف. بس كده احنا يا رمزي باشا، وخليهم اتنين كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. اصيل يا رمزي اصيل. كلب السرايا. رمزي شكرا على الكوكتيل يعني. ايه انت فين يا رمزي؟ وحشتني والله يعني، ما بنقعدش مع بعض. وحشتك؟ طب ما انا كنت معاك النهارده الصبح في البازار، ما وحشتكش ليه هناك يعني؟ بدل الاضطهاد والقهر اللي انت قهرهولي. يلا اضطهاد ايه؟ يلا انت عبيط. اضطهاد ايه ده؟ انا بحبك يلا، ده انت ابن عمي يلا، ده انا بهزر معاك. ايه ده؟ يعني انت كنت بتهزر يا دولة؟ طبعا يا انا بهزر معاك طول الوقت من اول ما عرفتك يا رمزي، حتى وانا بزعق لك وانا بشتمك وانا بهزقك وانا بضربك وبجلدك، كل ده كان هزار. يلا يخرب بيتك، انت فاكر ده جد؟ يا دولة والله تخيلت. لا يا هزار يعني، بص بفكروا بجد يا دولة. لا هزار يا انا. المهم البت نجلاء اخبارها ايه؟ يا دولة دي ست عظيمة يعني، بميت راجل الست دي. ست ايه يا ابني؟ ست ايه؟ دي بنت صغيرة عندها 16 سنة يعني، ما علينا يعني. المهم بتديك أجر كل شهر ولا ايه الحكاية؟ لا يا دولة هي بتديني باليومية. باليومية؟ يا سلام، شوف ازاي عيلة صغيرة بس لفك على صباع رجلها يا معلم. ايه يا دولة في ايه؟ انت كده غوغشتني يا دولة. ما في. وبتديك كام بقى يومية على كده؟ 25 جنيه. 25 جنيه؟ طب ما مش عامله لك بقى اي مثلا حاجات تانية يعني، اكلك شربك كسوتك في العيد الصغير العيد الكبير عيد الفلاح عيد العمال، كم الاعياد اللي عندنا؟ عيد تحرير سينا بتجيب لك كسوه؟ لا يا دول. ده اللي كنت خايف منه. بس 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 انت وقعت يا معلم، وهتعمل ايه بقى لو الحبر بتاع المكنه خلص؟ طب دليني انت يا دول يا ابن عم، يعني اعمل ايه مع الست المفتريه دي؟ بص يا رمزي احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، انت ابن عمي يلا وانا لازم اقف جنبك، نجيب مكنه جديده وننفذها. ماشي يا دولة. طب هنجيب فلوس المكنه دي منين؟ طيب مش اشكال، هرهن البضاعه اللي في البازار، استلف، ممكن ادفع مثلا مقدم في المكنه وبعد كده اقسط ثمنها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص ثمن المكنه يبقى بعد اللي كده اللي جاي لنا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة عفارم عليك. طب انت هتديني كام بقى؟ انا بقيت خبره دلوقتي. ماشي عم الخبره، هديك يا رمزي 25%. ايه ده ايه ده؟ طب ما هي بتديني 25 جنيه برضه.
يلا يلا بديك 25 جنيه، انا بديك 25% يعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولا، انا عايز 30 جنيه علشان بقى احس بالزياده. 30 جنيه في اليوم؟ اه. يعني كام في الاسبوع؟ يعني 180 جنيه. خليهم 200 جنيه يا عم في الاسبوع، يبقوا كام في الشهر؟ 800. 800 جنيه ليك في الشهر؟ ايه المبالغ الضخمه دي؟ انت محوش عندي كام بقى؟ 600 جنيه. 600 نقصهم من 800 يبقى كام؟ 200. هات 200 جنيه. انت هروح فتيس. اتفضل يا دي. ادي 200 جنيه. ايه دول؟ ايه ده، معاك فلوس ثانيه ولا ايه؟ اه ده 120 جنيه كده. 120 جنيه؟ لا 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 هاتهم احوشهم لك، انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ يا ربنا يخليك. خد يا 2 جنيه اهم. ماشي. وانا هم دول خليهم كده اهو. ال 120 جنيه دول بقى هنقصهم من 400 جنيه اللي كانوا فاضلين لك من 600، يبقى فاضل لك كام؟ 280. بس انت معاك حاجه تاني؟ هم ال 2 جنيه دول تدول. هات انت جنيه وانا جنيه. اسمي حاسب على المشاريب بقى. رسالة يا رمزي، ودي مش محتاجة حبر، انت على طول بتدوس على الزرار الاحمر هتلاقي المكنة دي طلعت مكانها على طول. حط بس. ايه ده؟ انتوا جبتوا مكنة جديدة؟ اسمها مكنة كبيرة، مكنة حديثة، أكبر من المكنة بتاعتك طبعا. طب كويس بقى، ده أنا اتفقت مع ناس هيجوا يشيلوا المكنة بتاعتي. بتنسحب يا سيد الكل. ليه يشيلوا المكنة؟ ما تخليكي قاعدة هنا يا ماما بتسترزقي تاكل عيش يعني. عموما الناس اللي هيجوا يشيلوا المكنه انا كده كده محاسباهم، يا دوب بس هيجوا ياخدوها ويمشوا على طول. يا بنتي اقعدي يا بنتي، كلي عيش يا بنتي. معقوله يعني هتنسحب بسرعه؟ خلي عندك روح قتاليه. يا دوله ده هي خافت من شكل المكنه بتاعتنا. انت بقى يا رمزي مش عايز تاخد ال 25 جنيه بتوع النهارده؟ لا لا 25 ايه، مش عايزهم ده انت هتشوفي ايام مقندله، ايامك اللي جايه سودة. ولا يا رمزي ولا يا رمزي، ما تخوفهاش يا ابني، هي مرعوبه لوحديها. انا ايامي اللي جايه سودة. على العموم هنشوف وربنا يوفقكم. سلام. مع السلامه يا حلوه. يا حلاوتك يا دوله في الشراني. بعدين يلا يا رمزي، من صباحية ربنا ومفيش ولا زبون دخل لغاية دلوقتي. دول انا خلاص تعبت خالص من الوقفة. ما هو كل ده منك انت، طول ما انت ببوزك كده هتفقرنا على طول. قال لي طب ما انا كنت شغال معاها ببوزي دون وكنا شغالين زي الفل، يعني خلاص هفقرك دلوقتي. هاي يا جماعة، اخبار الشغل ايه؟ انت فاتحة فين يا ست الكل؟ مش فاتحة. ايه ده؟ طب والزباين طيب بتوع حضرتك؟ ما تبعتهم لنا طيب. ابعت لك ايه؟ ده كان موسم امتحانات وخلاص، احنا دلوقتي في اجازة. اجازة؟ يعني ايه؟ يعني مفيش شغل ولا ايه؟ خالص. طب ومكنة التصوير بتاعتك عملت فيها ايه؟ كنت مأجراها وبعد كده رجعتها لصاحبها. فعلا ست الكل. كلب السرايا رجع تاني. هو انت اشتريت المكنة دي؟ اشتريتها عشان أأجرها للناس الهواة اللي بيحبوا يأجروا مكنة التصوير في المواسم يعني. ايه رأيك بقى ما تأجريها منه وتشغليني معاك يا ست الكل؟ فعلا. كلب الباشا مات مشيت وراه كل البلد، الباشا نفسه مات ما مشيش وراه ولا كلب. اطلع برا يا كلب، برا برا. وانت مستنيه ايه؟ جاي تشمعتي فيا؟ اطلع برا لو سمحت. شكرا جدا استاذ عادل، بليز عد فلوسك. لا معقوله خواجه هعد وراك؟ يعني ما يصحش طبعا. على فكره خواجه، انا اللي ملمع التماثيل اللي انت هتاخدها دي. ها الشاي بقى. ولا 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 بطل الحركات دي. على فكره التماثيل دي هتعمل ضجه ضخمه عندنا في المانيا، وان شاء الله ان شاء الله هيكون في تعامل اكيد اكبر. الله اكبر الله اكبر يا خواجه. ولا انت هتشحت يلا. عموما احنا تحت امرك يعني يا خواجه، هم دول 15000 صح؟ صح صح، في 1000 تاخدها ان شاء الله لما تديني باقي الورق البلدي. البردي؟ هديك الورق البردي. حاضر، ليك عندي كشكول ورق بردي ومعاهم ورقتين هديه فوق البيعه كمان. اوكي سلام. مع السلامه خواجه. مع الف سلام. مع السلامه خواجه. بس هو يعني سلام حاف كده، فين الشاي بتاعنا يا باشا؟ مستر عادل يعني ايه الشاي بتاعنا؟ يعني انا هتصرف معاه بعد ما تمشي حضرتك. مع السلامه. مع السلامه عليكم. مع السلامه. مع السلامه. الشاي طيب الشاي.
شايفين كل حاجة شايفة وفضحنا مع أي حد يخش شيء مدمن شاي حضرتك. إيه في إيه؟ ما أنت دولة لو بتقبضنا دولة ما كنتش مديت إيدي لحد يا عم. أقبضك؟ أقبضك ليه يا ابني؟ هل مثلا في دماغك إنك أنت تحوش؟ لا أنا عمري ما حوشت قبل كده دولة. طيب وحتى لو أنا قبضتك وأنت حوشت عايز مثلا تجيب شقة تمليك؟ لا يا عم أخد شقة يا عم، أنا قاعد في البازار هنا وفل الحمد لله. طيب عايز تجيب عربية؟ لا يا عم العربيات دي بتعمل حوادث. ده في لسه حادثة قدام البازار بتاع الواد سامح لهبل، العربية الحمراء دي اللي خبط في بوكس شقية. نهار اسود. لا بلاش عربية. طب هل في دماغك؟ لا ما انت ما فيش حاجة في دماغك، انا اسف يعني. هل بتفكر ولا بتفكر؟ ده ما فيش كلام راكب معاك خالص. يعني نفسك تجيب فيلا في مارينا؟ مارينا يا عم ايه اللي هيغربنا يا دول؟ انا هنا عايش في بلادي احسن يا عم الحمد لله. طيب يبقى انت عايز القبض في حاجه؟ لا. طيب نفسك في حاجه يا رمزي؟ شاي. عايز شاي؟ عينيا ليك يا رمزي، قول لي عايز شاي. اتفضل يا سيدي، روح هات لي بقى كوبايه شاي وهسيب لك بقين. ماشي يا دول. الحمد لله يا ربي. عادل التزم بمواعيدك مع الناس دي، خليك دقيق لان الناس دي مواعيدها دقيقه جدا. هو ده الشعب الالماني، شعب الماكينه. هم شعب الماكينه واحنا الشعب اللي بيستعمل اللي بيطلع من الماكينه. طبعا يا حبيبي، لان هو ده التكامل الاقتصادي اللي بيمشي بالتوازي بين طرفي العلاقه. ما عنديش مشكله، المهم هنعمل ايه بقى بالفلوس دي؟ عايزين نعمل بيها حاجه مفيده بقى. طبعا انا رايي ان احنا نشوف كل اللي في البيت هنا محتاجين ايه نجيبه لهم وبعدين نفكر احنا نعمل، ولا اقول لك احنا نفكر الاول نعمل ايه وبعدين نشوف لو فضل حاجه نجيب لهم هم بقى. فكره جامده موت. بقول لك يا عادل، ايه رايك نطلع نصيف بره؟ صيف بره مصر؟ نطلع جمصه مثلا؟ بقول لك نطلع بره، نسافر مثلا تونس، المغرب، البلاد دي بقت رخيصه جدا لانه العالم بقى قريه واحده. يا سلام، فتحوا الترع على بعض ولا ايه؟ اقصد ان في ثوره علميه حصلت خلت الدول تنضم بشكل سائد. لعلمك برضو هي فكره كويسه قوي، انا عمري اصلي ما سافرت بره مصر خالص يعني. ما انا هقولك على حاجه بقى، اصل هي تونس دي تعتبر من اهم الدول الاوروبيه التي بتطل على المحيط الانطسي. الانطسي؟ اسمه المحيط الهجراسي يا ماما، معروف. لا يا عادل، المحيط الهجراسي ده اللي هو يتبع بلاد فارس وسموه هجراسي نسبه الى، ايوه نسبه الى حيوان هجرس اللي هو بيقلع هدومه قبل ما ينزل المحيط على طول. ما احنا مش هنختلف، بس احنا نروح نشوف. اوكي لما نروح نشوف خلاص. يعني ما ينفعش كده يا عبود، يعني قاعد بقالك فترة وما شربتش حاجة يعني. يا سيدي أنا ما شربت، خدت إيه يعني؟ إيه ده؟ أنت طول عمرك بتشرب يعني ما تاكلش خالص؟ أنت شايفني عامل إزاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، إزيك يا عبود؟ أهلا، إزيك يا أستاذ عادل؟ أنا كنت عايزك في موضوع كده. ثانية واحدة بس، تعالى رمزي. دمه خفيف أوي والله بعد إذنك. اتفضل. نعم يا دولة. ايه اللي جاب عبود هنا؟ لا هو ما جاش دول، ده انا اللي رحت نادهت له عشان يعني يقعد معايا يونسني وكده يعني. يونسك؟ اهلا وسهلا. منور يا استاذ عبود. واخبار الشغل ايه امال؟ والله الحقيقه هي مخبطه شويه بس هتتعدل ان شاء الله. ان شاء الله تتعدل باذن الله. اهلا وسهلا منور. اتفضل. قهوه رمزي. ماشي. جاي لك بقى يا عبدولة في حتة الدين مشروع. خليها سادة يا رمز. ماشي. انت عارف طبعا المشاريع اللي انا بدخلها وعارف قد ايه كانت مشاريع كبيرة. هي كانت كبيرة فعلا في خسارتها انا فاكر. خليهم اتنين قهوة يا رمز. ماشي كملوا بس. وحضرتك ايه المشاريع بقى اللي في دماغك؟ مشاريع ايه حضرتك اللي انت عايز تدخلها؟ انت ما بطلتش، ده اخر مشروع كان عجيب يعني. انا مش هتكلم الا لما رمزي يعني. روح هات القهوه يا ده. طب وانا مش هشرب حاجه ولا ايه؟ عايز تشرب ايه؟ نفسي في شاي بنعناع. شاي بالنعناع، هات لنا اتنين قهوه يا ده. هو الحقيقه يا استاذ عادل انا خسرت كتير في المشاريع اللي قبل كده، لكن خلاص انا اتعلمت. يا عم اتعلمت ايه؟ ده انت اخر مشروع عامله اللي هو بتاع الكشري ده، حد يا راجل يروح يستوري الكشري من بلاد بره؟ لا انا استوردت حبوب الكشري الخام علشان اسويها هنا. وايه اللي حصل بقى؟ الانبوبه خلصت؟
لعلمك المشروع ده كان ماشي 100 100 لغاية ما الدقة عملتها معايا تاني. اه طبعا ما اسمها دقة يبقى اكيد عملت دقة نقص. لا يا سيدي انا نسيت استورد الدقة فالكشري ما بقاش حلو في بق الزباين فخسرت. ماشي ده عشان الدقة. طب والمشروع التاني ماله؟ ده كان زي الفل. زي الفل ايه يا راجل؟ حد يروح يستورد زبالة من بلاد برة واحنا ناقصين؟ لا لعلمك الزبالة المستوردة دي حاجة تانية خالص كلها خير، بس فين اللي يفنطه ويكيسه وبعدين يبيعه؟ يفنط ايه ويكيس ايه ويبيع ايه؟ زبالة زبالة ايه يا راجل؟ حظوظ بقى. المهم انت ما فكرتش مثلا بدل ما تستورد انك انت تصدر؟ لا اصدر ايه، ما انا جاي لك بمشروع جامد جدا مكسبه 500 المية، يعني الجنيه يعمل جنيه ونص. 500 المية الجنيه يعمل جنيه ونص؟ يعني دخلتك غلط وحسبتك غلط. شوف بقى يا باشا، احنا هنستورد جبنه رومي ومن رومانيا، يعني اصلي. جبنه رومي من رومانيا اصلي؟ امال اللي احنا بناكلها دي ايه؟ لا اللي بناكلها دي صيني. اه صح، انا بلاحظ ان الجبنه الرومي بتبقى عينيها ضيقه شويه. صح. شوف بقى يا سيدي، انا مش هحتاج منك اكتر من 15 ألف بس، افتكر بسيطه يعني. منين يا عبود؟ ما انت عارف الايد بصيرة والايد بصيرة والعين قصيرة وكل حاجة قصيرة في الزمان ده يعني خلاص. لا بس انا سمعت من مصادر موثوق منها ان الاشياء بقت معدن والحياة منورة. من مصادر موثوق منها؟ يا سلام، يا ترى المصادر الموثوق منها دي بقى قالت لك ايه بالظبط؟ يعني قالت لي كلام كده موثوق منه، كلام كله فلوس كله الأرجاء. لا عموما دي اشاعات يا عم عبود، اشاعات اشاعات. يعني الكلام اللي انا سمعته ده غير صحيح بالمره. غير صحيح خالص. طب شوف يا عدوله، واضح ان ال 15 ألف كتير عليك، فانا هدورها في دماغي وبعدين ابقى اعد عليك. سلام عليكم. مع الف سلامة يا عبود. مع الف سلامة. مع الف سلامة. اشاعات ها؟ والله ما صرفت. انست وشرفت يا عبود، انست وشرفت. رمزي بيقول لي سمع ان انا عندي 15 ألف جنيه من مصادر موثوق منها. موثوق منها؟ ياه للدرجات دي عم عبود واثق فيا؟ مين اللي قال يا رمزي؟ ما انا دول قلت لك 100 مرة ما تطلعش الكلام ده لبره، يعني خليه سر بيني وبينك بس. يلا كله في الطابور، اقف عدل يا سناء، حازي، حازي يا ياسمين، كل واحدة هتاخد هديتها. ماما ست الحبايب يا حبيبة، جبت لك العباية دي أنا اللي منقيها على الله تعجبك، هي عجيبة شوية بس على الله تعجبك. الله حلو قوي يا عادل الترتر اللي على الصدر ده، تسلم إيدك. هو أنا اللي عاملها بإيدي، أنا شاريها بس. ألف مبروك يا ست الحبايب. نجلاء. نعم. اتفضلي يا نجلاء، جبت لك الوكمان بتاعك. ده أيبود مش وكمان. أنا آسف إن غلطت في اسمه يعني، بس عموما تبتعدي تماما عن الدوشة اللي أنت عاملها لنا طول الوقت. أهو تلبسيه بقى في ودانك ومع نفسك بقى. أوكي ميرسي. روح قلبي، نور عيني، حبيبي، حياتي. يا روحي جايب لي إيه؟ جبت لك يا ستي الكتاب ده، المعارف. اهو المعارف بتاع الاسكندراني. يا حبيبه قلبي ربنا يخليك ليا، ده انا كنت دايخه عليه في مرسى مطروح. بقول لك بتاع الاسكندراني، دور عليه في مرسى مطروح. سناء حذري فذري، جبت لك ايه؟ يعني بتعاملهم كلهم عادي وجاي انا تعملي فوازير الشريهان؟ ما عشان كده بقى جبت لك يا ستي مهدئ للاعصاب عشان تريحينا شويه. بهزر بهزر، سيبك من ده خالص. جبتلك المجموعة كاملة بتاعت فلوريد. اسمها فرويد. فرويد اسمها فلوريد، وامه كانت بتدلعه بتقول له فرويد ما تفتيش. هو فرويد فرويد بقاله 80 سنة فرويد. سي خليك في نفسك. حماتي الحبيبة. حبيبي يا عادل. جبتلك يا ستي كريم البشرة اللي كان نفسك فيه، يجعلك ألذ 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 ألذ. يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا عدولة، ميرسي يا حبيب قلبي. عايزة ايه؟ الهدية. هديتي ايه؟ اشمعنى انت يعني؟ ما انت اديتهم كلهم وما اديتنيش هدية. طيب بالراحة. طيب قلت لك يا ستي العربية اللي بالريموت كنترول اللي كان نفسك فيها. ايه رأيك؟ حلوة قوي يا بابا. هو ريموت كنترول والعربية وقعت. ايه رأيك؟ بس لونها غريب قوي يا بابا. لونها غريب؟ تحبي ممكن اوديها لبتاع دوكو يدهنها على طول؟ تحب اعملها لك لونها ايه؟ اسف. اوكي
اتفضلي اتفضلي. سيبي العين. كله خد هدايا؟ ايوه. الو؟ ايوه يا فندم. جه نقول له مين؟ طيب اوكي لحظه واحده معايا. عادل. مين؟ واحد كلمك من الصبح يجي 5 مرات. اسمه ايه؟ اسمه عبود. قلت له ان انا هنا؟ لا لا، قولي له في الحمام نايم 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 في الحمام. قولي له اي حاجه. صرفي يا رانيا صرفي. الو؟ لا هو نايم في الحمام. لا يعني هو دخل الحمام وبعدين نعس فنام. طيب طيب اوكي متشكره قوي، مع السلامه. ايه يا عادل انت بتتهرب منه ليه؟ انت واخد منه حاجه؟ لا يا ماما، هو اللي عايز مني حاجه. اللي عاوز منك ايه؟ هو انت جبت له كمان هديه؟ لا يا ستي، عايزني اشاركه في مشروع من مشاريعه الفاشله. طب وهو مين اللي قاله ان انت معاك فلوس؟ مصادر زفت موثوق فيها. اكيد رمزي. ما شاء الله فلوريد اشتغل اهو. بقولك يا عادل، انت ربنا كرمك والقرش جري في ايدك، بخر الفلوس من عيون الناس، محدش ضامن عمره. قصدها يعني ان داري على شمعتك تقيل، يعني بالاخر كده ما تبينش انت معاك فلوس. ما بينش ازاي يعني؟ يعني اشتري الحاجه وبعدين ما اجيبهاش على هنا مثلا؟ لا يا عادل، في ناس كده اول ما تقابلهم تقول ما حلتيش اللضه، ما حليتيش حاجه، حتى لو معاك تقول معيش، ودايما تبين ان ما حلتكش حاجه وتلبس اقل حاجه عندك. يا حبيبي لحد ما تقف على رجليك. معقوله يا جماعه؟ معقول اعمل كده يعني؟ ما عندكش حل غير كده يا عادل. ماشي فعلا ما فيش غير كده. ايوه جير رس على شيشه نظيفه بلا قطيفه مع اتنين عينين معاها جات ايدي رضع فيل. ايوه حاضر. نعمين يا استاذ عادل. شايب يا حليبي. انا انت كنت فين يا استاذ عادل؟ عم عبود قلب عليك الدنيا يا استاذ. ايه؟ عبود قلب عليا الدنيا؟ ايوه استاذ. جه امتى ده؟ جه وخد بعضه ومشي ورجع لك تاني. رجع تاني؟ طب بقول لك ايه، سكه عشان انا ماشي. مع السلامه يا استاذ. ابن حلال مصفي. انا كنت لسه بفكر فيك. اتفضل اتفضل. عملت ايه في الموضوع بتاعنا؟ فكرت في الموضوع كويس؟ فكرت ايه بس يا عم عبود؟ فكرت ايه؟ ده انا مش عارف افكر من كتر الديون اللي عليا. يا سيدي بكره الديون دي كلها تتسدد بعد المشروع بتاعنا. مشروع ايه بس وتتسدد ازاي؟ ده انا حضرتك، ده انا باكل طاقه واحده بس في اليوم. بكره يبقوا 3 طاقات. اجيب لك الشاي وحليب بتاعك يا استاذ عادل. هو بكام الشاي حليب اللي عندكم يا بدوي؟ بجنيه يا استاذ. بجنيه؟ طيب ما ممكن تشيل السكر ويبقى ب75؟ ولا اقول لك لا بص شيل الحليب خالص واخد شاي بس بنص ولا اقول لك لا لا لا، انت تشرب ميه سخنه ليه يا استاذ؟ يا بدوي امورنا يا استاذ. شاي بحليب على حسابي بس كده. عناي وعندك شاي بحليب. معلش انا اسف جدا، اصلي يعني محرج منك عشان الشاي اصلا. عارف عارف ان انت ظروفك صعبه، بس بناء على ذلك بلاش ال15 وخليهم 10. 10 ايه؟ انت مش قلت الشاي بحليب على حسابك ولا ايه؟ انا بتكلم على الجبنه الرومي. جبنه الرومي؟ يا الجبنه الرومي ما دخلتش البيت بقى لها فتره والله. فتره ايه؟ انا بكلمك على المشروع بتاعنا، مشروع الجبنه الرومي. معلش مش مركز خالص، الديون مخلياني. خلاص اديني انت بس ال10 وخلال شهر اوعدك ان انا ارجعهم لك مع مكسبهم وفوقيهم قرصين جبنه رومي. لو فوقيهم قرصين جبنه رومي ينفع تديني يعني القرصين الجبنه الرومي اعشيهم بس في البيت وبعد كده نتكلم في المشروع ب10 ده؟ انت كده مستكتر عليا ال10. عموما انا هدورها في دماغي وعد عليك تاني. ايوه دورها وما تعديش. ها ما تعديش يا عبود ولا بدوي. اعمل يا استاذ عادل شاي بحليب سكر زياده. يلا بسرعه بس كده. عنايه يا استاذ. وعندك شاي بحليب للاستاذ عادل. بابا عاد حته لحمه. اوه يا حبيبتي خد. وركب حلو يا عادل، ده كتير قوي. لا حبيبتي مش كتير، تاكل وتتغذى ما جراش حاجه. مش بدل ما يترمي السندوتشات دي؟ فظيعه فظيعه فظيعه. بالهنا والشفا يا حبيبي، السندوتشات الهمبرجر دي انا اللي عاملاها. الهمبرجر دي هايله. الهمبرجر دي وانا اللي عامله سندوتشات الكبده والمخ. فظيعه يا ماما تسلم ايديك. بص يا ماما دي بوفغ ده انا اللي عاملاه وحط عليه الشوكولا والكريم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بقى يا عادل اللي اشرفت على شراء كل هذه الاصناف عشان ما يحصلش اي احتكاك بين افراد الاسره. يعني انت كانت وظيفتك انك انت تهدي النفوس. بابا انت عارف انا عملت ايه؟
اكيد انت اللي طبخه الفاكهه دي. جميله جميله يا ياسمين. لا يا بابا انا اللي غسلاها. برافو عليكي. وانا بقى اللي جبت العصير والحاجه الساقعه. يا سلام تسلم ايديكي والله يا نجلاء، تعبناكي يعني النهارده. التليفون يا جماعه محدش هيرد. نعم. رد انت، رد انت. الو ايه يا زفت، عايز ايه انت؟ ايه عبوك جه سأل عليا؟ طب انت قلت له ايه؟ برافو عليك، اول مره تعمل حاجه صح يا رمزي. طيب جاي لي على البيت؟ طب هو يعرف عنوان البيت منين يا ابني؟ انت اللي اديته له. يخرب بيتك يخرب. اقفل يلا اقفل يلا. يا جماعه يا جماعه الراجل جاي على هنا، الراجل جاي على هنا. الراجل مين؟ الراجل اللي جاي عايز مني فلوس ده جاي على هنا دلوقتي. طب ايه يا عادل، احنا مش قلنا لك تعمل ايه؟ ما انا عملت كده وبينت له ان انا مش لاقاكل، برضه مش مصدقني. انت خايب تلاقيك ما عرفتش تحبك عليه صح. طب وناوي تعمل ايه دلوقتي يا عادل؟ ناوي دلوقتي الاكل ده كله يتلم ودخلوه جوه في الاوضه، وبعد كده هنشيل العفش ده كله بقى والسفره والانتريه وكله، وغيروا هدومكم غيروا هدومكم يا جماعه، مش عايزكم تلبسوا هدوم نظيفه. بسرعه بسرعه بسرعه. انت هتعملوا ايه؟ ايوه فنانة. يلا بسرعه يلا بسرعه بسرعه. خلاص كده كله تمام. فهمتوا هتعملوا ايه بالظبط؟ ايوه فهمت. جيت 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 بسرعه. رانيا افتح افتح. رانيا رانيا. لا لا عيانة عيانة. ها ايوه اما تفتح يلا بسرعه. مساء الخير، اكلم الاستاذ عادل؟ اتفضل يا عمود. سلامتك يا عدوله. اتفضل. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحب تقعد على الحصيره ولا تقعد على الدكه المميزه؟ لا اقعد على الدكه المميزه. طيب اتفضل. استنى 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 اقعد بس بالراحه عشان ما تتهبطش، رجلها مكسوره ومفيش نجاره دي يسامحها. حاضر يا سيدي. انت رزعت لي ايه؟ انت رزعت لي ايه؟ معلش. يا رانيا. ايوه يا عادل. يا رانيا شوف الضيف يشرب ايه يا رانيا. معلش والنبي يا عادل. ايه؟ اصل احنا يعني ما عندناش حاجه تتشرب. اي حاجه اي حاجه اتصرفي يا رانيا، مش معقوله الراجل الجاي لنا ضيف اول مره في بيتنا. حاضر يا اخوي. اهلا وسهلا. لا لا ما تتعبوش نفسكم، انا مش عايزه اتعبكم. لا مش تعب ولا حاجه، ده اقل واجب. اهلا يا استاذ عبو. بقول لك ايه يا عادل. ايوه انا فكرت ودورتها في دماغي. انت تديني 5000 بس بشرط قرصين الجبنه الرومي يبقوا قرص واحد. ايه يا عم جبنه رومي ايه؟ بقول لك احنا مش لاقيين. ده انا من الفقر بكح تراب اهو شايف. يا عادل. ايوه يا ام. يا ابني شوفني قرشين اجيب بيهم الدواء، اصلي عيانه. حاضر يا ام حاضر. الف سلامه ليك يا ام، حتى الدواء بتاع امي مش قادر اجيبه. اسمع يا عدوله، انت قول اه موافق وانت تجيب الدواء بتاع امك وبتاع الاسره كلها. ده حمار ده مش فاهم. طب بص بقى يا عدوله، انت تديني الخمس تلاف جنيه وخلي القرصين زي ما هم. بقول لك مش لاقيين ناكل حضرتك وتعبانين، ده احنا طلع عنا في شيل العفش اللي ده. انت مستكتر الخمس تلاف. طيب انا هدورها في دماغي وبعدين ابقى اعد عليك. ايوه سلام عليكم. دورها براحتك بس دور بقى، انت على طول بتركن عندي. دور وامشي. حاضر سلام عليكم. مع السلامه. استنى يا حاج، ميه بسكر بس مش لاقيه معلقه اقلبها. كمان مش لاقيين معلقه. بص اللي احنا فيه ايه، ما لقيتيش شاي ماشي، ميه بسكر وكمان مفيش معلقه. هتصرف انا بقى. حلوه لسه عايزه تتقلب. خد اشرب اشرب. لا لا خليها لك، انت عايز غذاء. ايوه بس مش معقوله تيجي لغايه عندنا وما نضيفكش. يا يعني. سيدي شكرا الله يخليك. سلام عليكم. ميه سكر يعني. الله يخليك شكرا. طب افتح لك الباب ثانيه واحده. مع الف سلامه. مساء الخير. مساء النور. مع حضرتك ايمن من شركه السياحه، كنت اتصلت بينا علشان عايزين تعملوا رحله لتونس.
رحلة لتونس. شفت اهو. اتفضل، ده البروشور بتاعنا. البروشور ما ههج اروح تونس الخضراء اشوف يمكن في اكل عيش هناك. انا عندي مشروع زيتون في تونس انما مكسبه فظيع. لغيت رحله تونس. انا مش فيش مشروع في تونس يا راجل. بقى اتقي الله بقى استاذ عبو. سلام عليكم. مع الف سلامه. مع الف سلامه. مع الف سلامه. Ha ha ha!